ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تعالوا مع بعض نشوف مقادير طاجن الفاصوليا الخضراء. والشتاء بيجي بالخير بتاعه، فاصوليا خضراء بتلاقي في السوق، بتلاقي الخضروات كتيرة. بصراحة الفاصوليا الخضراء تتاكل ني، ممكن نعملها سلطة، ممكن نعملها طاجن مع اللحمة، زي ما انت حابب تعملها مع رز حسب الرغبة. معانا لحمة كندوز الدسامة تقريبا بنسبة 20%، معانا فاصوليا خضراء، ومعانا بصل، ومعانا ثوم، وشوية بهارات حلوين يتصدرهم الكمون. كمون مع الفاصوليا الخضراء برضو، عشان الخضروات دي بتحتاج لشوية كمون عشان مشاكل القولون. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. بصلاية بنقطعها شرايح بالشكل ده كده. فكرة تقطيع الخضار او انك تقطع الفاصوليا بأي شكل انت عايزاه ده اختيارك، ممكن تخليها سليمة زي ما هي، ممكن تقطعها كرايات صغيرة مربعات يعني زي ما انت عايزة. معانا طاسة على النار بتسخن، بنحط معلقة سمنة او معلقة زيت صغيرة، هنبعد عن الدهون. شفت ازاي مفاتيح الاكل الصحي في ايدك انت؟ بصلاية وزيت زيتون. ممكن نعملها بالسمنة ممكن، بس اكلنا النهاردة اكل صحي. بصلاية الحلوة دي كده حلوة قوي. معانا اللحم بتاعنا، حتة لحمة حلوة زي دي كده متقطعة مكعبات. وسط الجزار قولوا له عايزة حتة لحمة تتقطع مكعبات، شيل الدهون منها يا حاج، ربنا يوعدك بزيارة النبي. اهو يوم يهتم بالقطعية. نقلب اللحم مع البصل بالشكل ده كده. الله، اهو اول ما اللحمه بتتصدم بالصدمه الناريه على النار لونها بيتغير، ده الطبيعي. وعايزه تعرفي حته اللحمه بتاعتك طازه وحلوه ازاي، ما تحطيش عليها بهارات الا بعد ما تاخد الصدمه الناريه، تشم ريحه البخار بتاعها. الله، حلو قوي. نبدا نحط الميه، نخليها تستوي عشان عايز شويه شوربه حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص، دي اول خطوه. خلي اللحمه دي تستوي كده، هتدينا شويه شوربه. الشوربه دي ممكن نستخدمها في حاجات كتيره، نعمل شوربه طماطم، شوربه عدس، زي ما انت عايز. هنغطيها من غير اي بهارات ومن غير اي حاجه خالص، وناخد الفاصوليا الخضراء بتاعتنا الجميله الحلوه دي كده، نبص عليها اهي. بتلاقيها عند بتاع الخضار دلوقتي جاهزه، بتقمعيها، بتشيلي الخيط اللي هو بيبقى فيها ده، قطعها بالشكل ده كده. دي من الاكلات المصريه الحلوه. اخواننا في الشام، لبنان وسوريا بيعملوها سلطه بالثوم وزيت الزيتون، بتبقى حلوه، نوع من انواع المقبلات على فكره، تقعد عندك يوم واثنين وثلاثه تاكلي منها، زي ما بنتعامل مع السبانخ او الهندباء بالشكل ده كده. شكلها يفرح للامانه يعني. هتلاقي دايما الاولاد مش بيحبوها، معرفش ليه، بس انت تقدر تحببي ولادك فيها. يعني تعملي ايه بقى؟ اسلقيها زي ما هي كده سليمه. هقول لك على فكره حلوه يعني الاطفال بالذات، اسلقيها زي ما هي كده حلوه، وبعد ما تسليها هتبقى طريه. بس عايزين نحافظ على الخضار ده، نعمل ايه يعني؟ اذا عايزه تعملي فاصوليا خضراء وتاخد الخضار ده تعملي ايه؟ وانت بتسليها بتحط شويه ملح مع الميه المغليه، هتلاقي الفاصوليا الخضراء دي زي الفل معاك. خلي بالك دي لما تيجي تسليها لازم تحطي ملح على الميه وهي بتغلي. ليه يا عم الشيف؟ علشان خضار الفاصوليا ده يبقى له نضاره وله الخضار الطبيعي بتاعها. نفس القصه مع البروكلي، البعض بيعملها بيلاقيها سودة كده في قلب الطماطم او في السلطه، ما بتبقاش لطيفه. هناخدها زي ما هي كده. الله، من خير ارضنا، ايه الحلاوه دي؟ عامله زي البسله الخضراء تتاكل ني اهي. استغل الشتاء وايام الشتاء في انواع الخضار والحاجات الحلوه في ايام الشتاء، استخدمها كتير، تقدر تخزني منها على فكره. تتخزن ازاي دي يا عم الشيف؟
جت المناسبه نتكلم عن تخزين الخضار اللي زي ده. بتجيبيها بتسلقيها في حمام ميه او في حمام بخار، بتجيبي مصفه وتحطيها على ميه بتغلي، وتحط الفاصوليا الخضراء دي مع رشه ملح، اول ما بتلاقيها استوت شويه بلونها اخضر بتسيبيها لما تبرد وتعبيها في اكياس تخزنيها. بس عمليه التبريد هنا لازم تتم بسرعه. ليه؟ علشان ما تسودش منك، ما تقعدش في الفريزر في وقت كبير تنزل ميتها تقوم تسود. فلازم التبريد يكون درجه الحراره 20 تحت الصفر تقريبا. هنخليها على جنب كده ونخش على اللي بعد. شفت ازاي؟ هو ده. الله، شو شوربه حكايه. ننزل بالبهارات بتاعتنا. انت على فكره ممكن تعملها بالطماطم، انا هحط لها شويه طماطم يعني. بلاش معجون الطماطم، الله يرضى عليك، عشان الحموضه. ده فلفل اسود، الملح بتاعنا بالشكل ده كده، شويه كمون. الاكلات دي في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مازبيرو. شو الطرف عمايلها، الفاصوليا الخضراء، المسقعه. شفت الشوربه ازاي؟ اهي الله. اسيبها كمان تاخد غلوه ونشوف الاخبار مع الخرشوف بتاعنا. ناخد الخرشوف بنقطعه. ادي اللحمه على النار، هنسيب كل حاجه كده على النار والفاصوليا جاهزه، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير عشان لما بشتغل في الحلو لازم اروق الدنيا. الحلويات بالذات او اي نوع حلو لازم تروق له الدنيا، اذا كان بلانشه، اذا كان ايدينا طبعا نتخلص من الجلافزات، سكينه مختلفه، بلانشه مختلفه، كل ده. خلينا ناخد بعضنا فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا مع بعض نشوف اخبار الخرشوف بتاعنا اللي على النار والفاصوليا اخبارها ايه. سيبناها شويه على النار بتستوي اهي. طماطم، الله، فاصوليا خضراء. ترتيبك للمطبخ لازم يكون بنفس الطريقه، كل حاجه بتستوي على النار وانت واقف. فاصوليا تنزل هنا كده غلوه، والثانيه استوت. ما تاخدش وقت كبير دي، الفاصوليا طالما طازه وخضراء ما بتاخدش وقت كبير على النار. حلو قوي، نعمه. ونقلبهم. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ طبعا هيتن لونها اخضر لان احنا حاطين ملح على اللحمه. حطيت اي خضار في اي مرق بتسليها لازم تحط الملح، الملح اللي هيخليها لك خضرة وزي الفل. طاجن الفاصوليا هو تكفي العيله للامانه يعني، والمصداقيه دي عدلها كده يعني، عايزه شويه رز بالشعريه او رز ابيض او رز معمر. نبص على النار. فاصوليا خضراء اهي، شفت ازاي؟ وحطيناها خضراء، لونها مش هيتغير لان المدرسه الطهويه بتقول لك ايه؟ بتسلقي فاصوليا، بروكلي، اي انواع خضره بتتسلق على النار، خضار سوتيه ايا كان، لازم يسبقه ميه مغليه وملح. الطاجن الحلو بتاعنا، اللهم صل على النبي، اهو. ممكن ندخلها الفرن، ممكن ما ندخلها.